زي ما قلنا لكم احنا دايما بنتكلم بتصريحات. عندنا هنا كابتن محمود ابو الدهب حكى الواقعه، كابتن عفت نصار اكد الواقعه، والحقيقه الفتره دي كان فتره وقائع كتيره جدا جدا، وتذكروا بلديه المحله، بس لسه ما طلعش حد يطلع يقول ايه اللي حصل بين شوطين في مباراه بلديه المحله اللي تحولت النتيجه من 2-1 ل 5-2. ده 92، عندنا زمن اخر والزمن الحالي، والكابتن وائل الاباني اللي اعتاد ان هو يكون ضيف مع الكابتن خالد الغندور، ولكن الكابتن وائل الاباني مختلف على طول الخط مع الكابتن خالد الغندور، لدرجه ان هو قال له انت السبب في ان نادي الزمالك بيخسر بطولات، ولكن المره دي كان في نقاش من نوع اخر بعيدا عن خساره النقاط. تعالوا نشوفوا الكابتن وائل الاباني والكابتن خالد غندور في فيديو عن فكره لما رئيس نادي يكون منتمي لنادي اخر او مدير فني منتمي لنادي اخر. نشوف الفيدييو. انا شايف من وجهه نظري غلط ان مدير فني بيلعب في الدوري يتمنى فوز اي فريق او يجاوب على الفوز على السؤال، حتى لو كان زملكاوي او اهلاوي. انا شايف كده. شايف مثلا، هقول لك حاجه، شايف مثلا ان ما ينفعش مثلا رئيس نادي يطلع يقول انا اهلاوي او زملكاوي وهو رئيس نادي الفرقه بتلعب في الدوري مثلا. انا ده المنطق، العقل بيقول كده، يعني ده المنطق والعقل بيقول كده. احنا في تنافس، هل ممكن تلاقي مثلا رئيس الارسنال بيقول لك انا بشجع ليفربول؟ والله بص، هل مدير فني مثلا لاستون فيلا بيقول لك انا السنه دي نفسي مانشستر سيتي ولا ياخد دوري؟ ما يشجع، ايه المشكله برضه؟ بس هو ايه، هو هيخسر يعني؟ مش هيخسر يا جماعه. بص، اصل الانتماء واضح، السؤال من عدمه مش هيغير حاجه. كابتن وائل اباني تقريبا بقى بيحرج خالد الغندور في كل استضافه بتحصل ليه، والحقيقه خالد الغندور اللي بيقول انا عمري ما اتكلمت عن تفويت كان السؤال واضح مغزاه تماما، مباراه المقاولين العرب والكابتن عماد النحاس المنتمي للنادي الاهلي، بس هو مشكلته ما توقفش عند فكره ان هل ينفع مدير فني يقول انا بشجع نادي كذا، هل ينفع مدير فني يقول انا بشجع نادي كذا. الغريب ان في مديرين فنيين يا كابتن خالد راحوا عملوا اغاني قبل ما يلعبوا فريق نادي الزمالك احتفالا بالدوري، رغم ان هو لو حقق نتيجه ايجابيه للنادي ده في مواجهه نادي الزمالك، الزمالك مش هياخد دوري، لكن عادي جدا بالنسبه لك. لكن الاهم في الموضوع انك وسعت الدايره ورحت لرئيس نادي او مسؤولين في انديه، فنشوف الحكايه. بص، دي وجهه نظرك وممكن انت عندك وجهه نظر مختلفه، ولكن في قناة الزمالك الناس شايفة ان ما ينفعش انت كرئيس نادي او مسؤول تعلن انك بتشجع فريق ولا بتتمنى فوز فريق بالدوري. ارجوك يا احمد تحترم فلسفة الناس وسياستها وما نتدخلش في حاجة مختلفة، الناس لها وجهة نظرها. وعشان كده نحب نشوف الفيديو بتاع استاذ بكري سليم على قناة الزمالك واللي هو مسؤول في نادي المقصة، وهو بيتمنى على قناة نادي الزمالك فوز نادي الزمالك بالدوري. أيوة، في نفس القناة. نطلع ونشوف الفيديو. أنت شايف سباق الدوري السنة دي صعب جدا، مين إن شاء الله يكون بطل الدوري؟ إن شاء الله الزمالك بدون كلام يعني، بس لو استمروا على كده، لو الهدوء فضل ماشي كده، يبقى بإذن الله الزمالك بطل الدوري. يا جماعة أصل الأرشيف موجود وإحنا ما بنتعبش والله، يعني يبقى في قليل من الاتساق مع الذات، او كنت بعد الحلقه دي تطلع وتقول لا انا لا اقبل هذه السياسه الاعلاميه. ولا انا بتكلم في ايه بس؟ انت مش واخد بالك، هو كان المفترض يسال الكابتن عبد الواحد السيد او يتفرج على الكابتن عبد الواحد السيد عشان يعرف ضيوف الكابتن عبد الواحد السيد والكلام اللي بيقوله ضيوف الكابتن عبد الواحد السيد. وهنا مش هنقول بقى الزمالك والمقصه والنتائج اللي انتهت اليها مباراه الزمالك والمقصه زي ما انتم بتقولوا، احنا هنا بنقول انت سالت سؤال، ينفع رئيس نادي يعلن انتمائه او مسؤول في نادي لنادي اخر؟ طلع في نفس القناه التوجه واضح جدا، فوز نادي الزمالك بالدوري. دي طبعا حاجات حصلت في هذه الاثناء.